اتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، قال خذها ألا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم ما يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل أنا ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا لا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا وهم قد جئناك بآيات من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا ذهب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعليكم السلام. قال في أبال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من الماء ماء به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك آيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا لك موعدا لا نخلفه نحن. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. صدق الله العظيم. طيب خلاص أبشر.